وباء كورونا يشل الحياة في العالم، لكنه لم يحل دون استمرار المعارك في اليمن. المواجهات متواصلة بين القوات الحكومية والحوثيين في أطراف محافظة مأرب. صرواح، المدينة التاريخية في المحافظة، تشهد مواجهات للسيطرة على مركزها، وجبل هيلان الرابط المهم في ميزان المعارك والممتد جغرافيا بين العاصمة ومأرب يشهد صراعا حادة. القوات الحكومية والحوثيون يتقاسمون السيطرة عليه. الجبل بحسب المراقبين مهم لجماعة الحوثي، يقولون إنه كان أحد أهم المواقع المستخدمة في إطلاق الصواريخ البالستية. الحوثيون يحاولون التقدم أيضا نحو معسكر كوفال بعد سيطرتهم على مواقع استراتيجية حوله. سلاح الجو يشارك في المواجهات الجارية. التحالف السعودي الإماراتي يشن غارات على الحوثيين، غير أن مؤشرات تفيد أن عددها ما زال أقل من أن يكون حاسما لصالح القوات الحكومية. المواجهات تأتي بعد أيام من الضربات الجوية التي نفذها التحالف في العاصمة صنعاء، وبعد إعلان الحوثيين تنفيذ عمليات نوعية شملت العاصمة السعودية الرياض. الأمم المتحدة كانت قد دعت بلدان الصراعات والحروب، وهي 11 بلدا إلى هدنة في زمن الوباء، اليمن واحد منها، وقالت إن أطراف الصراع ردت بشكل إيجابي، لكنها عادت وقالت إن الأقوال في اليمن لم تترجم إلى أفعال. المعارك هي الأفعال.